مصطفى، بالنسبة في الدعاء، لو أنا مثلا ببقى عاوز أدعي لوالدي ووالدتي وإخواتي وكده، مثلا يجوز بالنية ولا لازم إن أنا يعني أسمي كل حد باسمه؟ لا تسمي، يعني الأفضل إن أنا أسمي لكل حد باسمه يعني. يعني مثلا أنت تريد أن تدعو، لا مش لازم، لازم ممكن إجمال، يعني عفوا اذكر الذي تسأل عنه هو الذي تريد أن يكون. تمام. وبالنسبة لل لا صبرا، يعني أنا عايز أفهم، عفوا لا افهم، افهم الأول أنت، فهمني، فهمني السؤال السابق. السؤال السابق إيه؟ لما أجي أعرض مثلا أدعو لأبي وأمي وليا ولإخواتي، وإن مثلا ربنا يرزقنا في درس أعلى. الله لا أسمي، اللهم اسكني ووالدي واخواني واخواتي الفردوس الاعلى. تمشي مش نفهم بالنية، مش النية لا لا كده تمشي، لا لا كده تمشي، كده تمشي احسن.